للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، بعد تحية، قراءتك لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وأبرز الخطوات القادمة بعد إعلان التشكيل، بشكل خاص من حيث الملفات والأولويات بما يخدم مصلحة المواطن المصري في الأساس. يعني مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. خلينا نقول انه التشكيل للوهلة الاولى يؤكد ان هناك يعني قامات كبيرة في ضمها مجلس الامناء كل في تخصصه، بانوراما مهنية وفنية وادارية، ذوي خبرات طويلة في مجالات عديدة مثلما تم يعني تقديمهم او مثلما هم بالفعل. الامل معقود على ان تتوج هذه الاختيارات بنتائج يعني قويه، نتائج تصب في مصلحه الدوله المصريه الوطنيه. الحوار مفتوح، الحوار منذ ان اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي 26 ابريل في افطار الاسره المصريه، ولدينا مصابيح تضيء بأن هناك شيء ما قادم في الأفق يصب في المصلحة العامة، يصب في مراحل بناء الدولة وتحديات كبرى عالمية ودولية. نحن أمام يعني شغف كبير جدا من كل القوى السياسية للمشاركة في هذا الحوار. مؤشرات تؤكد أن هناك بالفعل انفتاح سياسي قادم يسع الجميع ويعبر عن الجميع ويفتح مساحة للمشاركة ووجود الجميع في هذه المساحة لخدمة الدولة المصرية. نعم، برأيك أستاذ جمال وفي ضوء ما ذكرت، يعني كيف يمكن أن تكون الخطوة التالية بعد تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني؟ أبرز الملفات التي ستناقش خلال المرحلة القادمة بما يخدم مصلحة المواطن، وهذا هو الهدف والأولوية الأولى من الحوار الوطني. خلينا نقول انه يعني قرار التشكيل صدر منذ يعني ساعة تقريبا، ويعني هناك منسق عام والاستاذ ضياء رشوان وامين عام المستشار محمود فوزي، ولديهم تفاصيل اكثر وهو هم المنوط بهم الحديث في تفاصيل الملفات، ولكن الامل معقود ان تصب كل مخرجات الحوار في جميع المجالات المهمه الحيويه الفاصله لخدمه المجتمع والدوله المصريه. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.